راه ما بغاوش ولادكم يمشيو للتعليم العمومي، راه بغاوكم تصيفطوا من الخصوصي ب 40000 ريال في الشهر. وشحال تيعطوك في الشهر؟ ما تيعطوك والو، يعني تيحكموا على ولادك باش يكونوا مجرد زبائن ليهم يشريوا المنتجات ديالهم ويخدموهم كعبيد. راه انتوما المقصودين الاولين فهاد المعركه هادي. ملي يعطوك الكاسكيطه ويقول لك ضربهم، قول لي هادو تيدافعوا على كرامتي وتيدافعوا على وليداتي. غدا باش ما يكونش المصير ديالهم في الشارع، غدا باش ما يكونوش جيش اضافي للسمكاره وتجار المخدرات وتجار الخمر المعربه. راه على وليداتكم، على شرفوتو بالاساس هما اللي غادي يضرروا. هادوك اللي تيعطوكم الامر راهم تيخلصوهم مزيان وتيعطوهم البريمات مزيان وتيعطوهم تعويضات مزيان. اللي يمكن غدا يدي وليداتهم لاحسن المدارس ولارقى المدارس، يعني الملف الاساس ديالو ديال ولاد الطبقات الشعبيه المهمشه والهامشيه المفقره تاعنا وتاعكم بالاساس. ملي تبغي تضرب لي فكر بانني تنطال بحق ولدك يلقى مقعدو في المدرسه، بانني تنطال من اجل حق ولدك يلقى تعليم مجاني اللي يلقى بالشخصيه نتاعو باش غدا ما يستعبدوش، باش غدا ما يدلوش، باش غدا ما يعطوش باكيطا وسرديله ويقول له يطلع للرباط غوت على شي حاجه ما عرفش على شي غوت كاع. يعني بالاساس هاد المعركه معركتكم، هاد المعركه معركتكم بالاساس. يعني بنادم يفكر شوي، لا اكبر ملكه اللي تحت ليه بشكل متساوي بينه وبين الناس كاع، لانك تتقتل حقك في هذه اللحظه التاريخيه الحاسمه.